أمير المؤمنين عليا ولي الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. الله صل على محمد وآل محمد، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. صدق الله العلي العظيم. العلم المعلومات، هل هناك فرق بين الكلمتين؟ علم الطب مثلا والمعلومات الطبية فرق كبير بين الكلمتين. المعلومات عادة ما تطلق على مجموعة من المعلومات المبعثرة المتفرقة حتى لو كانت من علم واحد. أما العلم فهو تلك المعلومات بنفسها التي تنظم تنظيما علميا لكي تؤدي إلى استنتاج علمي، هذا علم. البعض عنده معلومات كثيرة ولكنه ليس خبيرا في ذلك العلم. أنا معلوماتي الطبية كثيرة جدا ولكني لست عالم طب. ما الفرق بيني وبين طبيب؟ لعله، لا أقول لعله، بالتأكيد أنا أعرف معلومات طبية بعض الأطباء لا يعرفونها، ولكني لست طبيبا. كيف؟ لأن معلوماتي ليست معلومات منظمة تنظيما علميا طبيا، ولذا لا أتمكن أن أستنتج استنتاجا طبيا. الطبيب عنده معلومات طبية ولكن منظمة بطريقة تؤدي إلى استنتاج في مسألة طبية. في حديث شريف عن الإمام علي بن الحسين زين العابدين عليه الصلاة والسلام يقول: أنتم معاشر الشيعة العلماء. العلماء بالولاية، أنتم عندكم علم بالولاية. بعض المخالفين لعله عنده معلومات
عن عظمة أهل البيت وعن مقامات أهل البيت عليهم الصلاة والسلام لعله أكثر منك بعضهم. ولكن هذه المعلومات معلومات مبعثرة، ليست منظمة إلى أن توصله إلى ولاية أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. أنت معلوماتك معلومات منظمة أوصلتك إلى ولاية أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. هو عنده معلومات، أنت عالم حسب تعبير الإمام، أنتم معاشر الشيعة العلماء. الفرق بينك وبينه هو عنده معلومات، أنت عندك علم. المعلومات لها قيمة، لا أقول ليس لها قيمة، لها قيمة، ولكن القيمة الكبرى في مجال العلم بالعلم لا بمجرد المعلومات، في أي مجال علمي. المعلومات إجمالا تنفع، المعلومات في العلوم النافعة طبعا، ولكن الذي ينفع نفعا كبيرا هو العلم، هو هذه المعلومات المنظمة تنظيما علميا لتؤدي إلى استنتاج معلومة. كم حدث وكم رأينا ورأيتم وسمعنا وسمعتم عالم في أي علم في مجاله يحل مشكلة كبيرة في ذلك العلم بطريقة سهلة، كم رأينا سمعنا فقيها عظيما يحل مشكلة عويصة فقهية بطريقة سهلة، كم رأيتم ورأينا طبيبا يعالج مشكلة صحية صعبة بعلاج سهل. أنا عندي قضايا وقضايا، أنتم عندكم قضايا وقضايا، محامي يأتي بحل لمشكلة قانونية صعبة حل سهل، كلمة واحدة أحيانا يعلمها المحامي للشخص الذي يحاكم، كلمة واحدة تنقذه. أحد العلماء سجن في بلد وعذب تعذيبا شديدا، أحرق كذا، صارت ضجة بين الناس ضد تلك الحكومة. الحكومة أرادت أن تكسب بعض الشيء في تلك القضية، أعلنت أنه في اليوم الفلاني سنبث مقطع فيديو في المكان الفلاني عن هذا العالم، والعالم كان لازال سجينا عندهم، مقطع ملفق طبعا قدرات حكومة من ذاك العالم السجين عندهم، كأنه يعترف ببعض الاعترافات ببعض الأشياء التي تلك الحكومة كانت تعتبرها جريمة. أصحاب ذلك العالم صاروا في حرج، صحيح أنه الاعترافات التي تؤخذ تحت التعذيب لا قيمة لها عالمية، صحيح أنه هناك تلفيق بين المقاطع، ولكن بالنتيجة طريقة
إجمالا ذكية، يعني طريقة قد تخفى على بعض الناس. سألوا هذا، سألوا ذلك، ذاك، ماذا نصنع؟ سألوا من محامي خبير عالمي في بلد آخر، قال لهم الحل سهل، الحل أنكم تعلنون عن شيء معين، عبارة واحدة، عبارة، ما هي قيمة عبارة؟ حكومة أعلنت، خالص القضية، شيء جاهز، بعد يوم يومين ثلاثة أيام خلاص يبثون، وبالنتيجة يؤثرون على بعض السذج. أصحاب ذلك العالم أصدقاؤه أعلنوا عن ذلك، خلاص الحكومة تراجعت بكلمة واحدة، ما بثوا ذلك المقطع وألغوا ذلك الاجتماع، كلمة. خبير يعرف في مجاله، محامي قدير كان. ينقل قضية جميلة لطيفة، القضية لعلها قبل 80 سنة 100 سنة، أن تاجرا في بغداد خسر في تجارة كبيرة، خسر رأس ماله. التجار إلى يومنا هذا في تلك العصور أكثر كان هذا الشيء، التجار يتاجرون بأموال الناس، أمواله شطر من الأموال التي يتاجر بها. كثير من الناس يعتمدون على هذا التاجر، يأتون له بأموال وأموال لكي يحصلوا على أرباح، فأموال التاجر كثير منها أموال الآخرين. عندما يخسر رأس ماله، لا يخسر رأس ماله فقط، يخسر رأس مال جزء كبير منه للناس، خسر بعد الخبر لم ينتشر. هذا فكر ماذا يصنع؟ يوم غد يذهب إلى محله، الناس يأتون، البعض يريد يودع عنده أمواله، البعض يريد يسحب منه أمواله. المفروض التاجر عنده سيولة حسب تعبيرنا في ذلك الزمن، دراهم ودنانير، ذهب وفضة، ما عنده شيء. فكر ما وصل إلى نتيجة، شكى حاله إلى صديق له. الصديق قال له، صديق قريب، قال له أنا لا أعرف ماذا نصنع. يعني هو كان يتوقع أنه مثلا يعرفه إلى شخص، ذاك يقرضه أموالا مثلا إلى حين مثلا. قال الصديق لا أتمكن أن أصنع لك شيئا إلا أنه يوجد هناك خبير في المنطقة الفلانية، خبير يهودي في تلك العصور، تعلمون اليهود كانوا موجودين في بلاد المسلمين. هذا خبير اقتصادي كبير، تعال إليه لعله يجد لك حل. أخذه إلى ذلك الخبير، التاجر متوقع أنه الخبير اليهودي يقرضه مثلا أموالا، فدخلوا عليه. صديق هذا التاجر المنكسر قص القصة على ذلك الخبير. الخبير قال أنت صديقه، صديق هذا التاجر المنكسر، أقرضه دينارا. دينار ذاك الزمن مبلغ، ليس مبلغا كبيرا ولكن بالنتيجة شيء. أقرضه دينارا، أخرج ليرة ذهبية، دينار، أعطاه. ثم قال لهذا التاجر الخبير، قال لهذا التاجر المنكسر، قال له أنا هذه التعليمات ما علمها لغير يهودي، ولكن هذا الصديق صديقي. الحل سهل، أنت خذ هذا الدينار قسمه 4 أقسام، 4 أرباع، اذهب أعطي ربع دينار هؤلاء الذين يبحثون عن البيوت، دلالين البيوت وأمثالها، وقل له هذا ربع دينار
أنا أريد أن تبحث لي عن أفضل وأغلى بيت في بغداد، واذهب إلى الثاني من هؤلاء الدلالين للبيوت، قل له نفس الشيء، أعطيه ربع دينار، قل له ابحث لي عن أفضل بيت، أغلى بيت في بغداد، والثالث والرابع كذلك، وخلص بس، واذهب أجلس في محل تجارتك. بعد قال بس هذا شلون حل؟ هذا كان يتوقع أنه مثلا يحصل على أموال الآن، غدا الناس يأتون إلي يريدون مني أموالا، إذا قلت لهم ما عندي الخبر ينتشر، انتشر الخبر، الناس يهجمون علي، يريد كل منهم أن يأخذ حصته مني، أنا ما عندي شيء، يسجنونني، سمعتي لسنوات بنيتها كل السمعة تروح. هذا خرج من عنده هذا التاجر المنكسر، قال خذ دينارك، شنو هذا الحل؟ الصديق قال له اعمل بما قال، أنت الآن ما عندك حل ثاني، اعمل، وهذا خبير. ذهب صنع نفس الشيء، الخبر ينتشر في بغداد أن التاجر الفلاني بصدد شراء أفضل بيت في بغداد، يتبين أن هذا عنده أرباح ضخمة، فجاءته الأموال يمنة ويسرة، وأنقذ من مشكلته. حل بسيط لمشكلة كبيرة، ما كان يتوقع أنه هذه المشكلة تحل بدينار بهذه الطريقة. ربط الأشياء بعضها ببعض، الإعلام كيف يكون، الإعلام في ذلك الزمن كيف يكون، الاقتصاد مرتبط بالإعلام، الإعلام مرتبط بالاقتصاد. العلم والعلم والعلم قيمة كبيرة في الدنيا، قيمة كبيرة في الآخرة. في الدنيا الفساد الكبير يكون عبر العلم، اللوبي الصهيوني كيف تمكن أن يفسد في الأرض هذا الفساد الكبير؟ يقولون بثلاثة أشياء ثلاثي، العلم والإعلام والاقتصاد، تمكن أن ينشر هذا الفساد في هذه البقعة الكبيرة من العالم. طبعا هم يقولون العلم والإعلام والاقتصاد، هو في حقيقته العلم والعلم والعلم. الإعلام ما هو؟ الإعلام الآخرون أيضا عندهم إعلام، ما الفرق بين إعلام هؤلاء وإعلام غيره؟ هؤلاء عندهم علم بمستوى راقي في الإعلام أيضا. الاقتصاد، الاقتصاد يعني ماذا؟ يعني أموال. آخرون أيضا عندهم أموال، ما الفرق بين هؤلاء المجرمين، هؤلاء المفسدين مع بقية الأموال الضخمة؟ الفرق هؤلاء عندهم علم الاقتصاد، يعني في الواقع سيطروا على شطر من البشر وأفسدوا خلال هذه العقود السبعة، أفسدوا إفسادا كبيرا. بماذا؟ بالعلم والإعلام وال اقتصاد؟ لا، بالعلم والعلم والعلم، علم الإعلام، علم الاقتصاد، هذا شيء آخر، هذا غير الأموال. كيفية الاستفادة من الأموال، ناهيك عن كيفية تنمية الأموال، ناهيك. طبعا هم يعملون كل شيء، يحصلون المال من كل مصدرين، حلال حرام، نافع للناس ضار للناس ليس مهما عندهم، ولكن بالنتيجة هناك علم. المفسدون هكذا، المصلحون الكبار العظماء أيضا كانوا علماء. المصلح الكبير لا يمكن أن يصلح بدون علم، ليس معلومات، علم. ربط القضايا بعضها ببعض واستنتاج بدرجة راقية، العلم أيضا درجات. حل
المشاكل العلم، كما أن الباطل أيضا ينتشر بالعلم. مشكلتنا، إحدى مشاكلنا العلم. أنا لا أقصد أنه كل شخص يأتي يتخصص يصير سياسيا كبيرا، عالما في الاقتصاد، عالما كبيرا في الاقتصاد، لا، كل واحد في مجاله. أنا لا أتوقع من طبيب أن يصبح عالم كمبيوتر، ولا أتوقع من عالم كمبيوتر أن يصبح عالم اقتصاد. كل واحد منا في مجاله إذا ارتقى ارتقاء علميا في مجاله، أي مجال كان، أي مجال علمي، هذا يشكل ركنا كبيرا من أركان ارتقاء الأمة، وإلا هذا الذي نراه هم سيطروا بعلمهم ونحن تأخرنا بجهلنا. تعلمون عموما هؤلاء منبوذين من قبل العالم كله، مع ذلك تمكنوا أن يصلوا إلى أهدافهم أيا كانت، نشر الفساد في العالم، أهداف ثانية، أهداف سياسية، أهداف ما أقرته عليهم تعاليمهم الباطلة بالعلم، رغما عن العالم بعلمهم في المجالات المختلفة وصلوا إلى أهدافهم. نعم الكلام عن العلم كلام جميل منمق رائع، صعب العلم، السيد جالس يتحدث كأن العلم سهل. نعم العلم صعب بالفعل، العلم ليس سهلا، هناك موانع كثيرة للعلم، موانع كثيرة كما يقال، لكل شيء آفة وللعلم آفات، موانع خارج عن إرادة الإنسان، خارج عن اختيار الإنسان، بيئة، أجواء، فاقر، هذه أشياء تمنع من العلم، موانع يصنعها الشخص لنفسه. قسم ثالث من الموانع والآفات، موانع في نفسية الشخص، تكاسل، العلم صعب، العلم يحتاج إلى جهد وجهاد، يحتاج إلى تضحية بملذات كثيرة، كل علم لكل الأشخاص، العلم لا يحصل بدون تضحية، تضحية بمن الذات، ليس سهلا أنت تقول يلزم أن نحصل على علم، القضية صعبة، هناك موانع كثيرة. نعم، ولكن الذين وصلوا إلى العلم كانوا مثلي، كانت عندهم مشاكل، كانت عندهم موانع، بجهاد وصلوا، بتضحية وصلوا. أنا ذكائي ضعيف، مشكلة، مشكلة لا إرادية خارج عن قدرتي، الذي ذكاؤه ضعيف من الصعب أن يصل إلى العلم. أنا فقير، الفقر مانع كبير من العلم، الفقير يفكر كيف يدير حياته وأبسط أموره، متى يتمكن أن يحصل على العلم؟ الشيخ مرتضى الأنصاري، هذا الفقيه الأصولي الضخم الكبير، كتبوا عنه أنه كان ضعيف الذكاء، كان فقيرا جدا، كان يعاني من مشاكل ومشاكل، حتى مشاكل صحية كتبوا عنه، هكذا كتبوا أنه
كانت إحدى عينيه لا تبصر نهائياً، عمياء كاملة، والعين الثانية ضعيفة. تمكن أن يصبح ذلك العظيم في مجال الأصول وفي مجال الفقه، طبعاً في مجال الأصول أكثر. كيف أصبح؟ بجهد، بجهاد، بتضحية. أنا ما كانت عندي فرصة للتعلم. أستاذ الشيخ الأنصاري شريف العلماء، أحد أهم أساتذته، بل أهم أساتذته على الإطلاق، الذي ربى الشيخ الأنصاري وأمثال الشيخ الأنصاري، شريف العلماء، فقيه كبير، عالم كبير، أصولي كبير. شريف العلماء ربى عشرات من أساطين الفقه والأصول، هو ربى بنفسه تلاميذه المباشرين، وعبر تلاميذه ربى أجيال آلاف مؤلفة من الفقهاء والأصولين عبر تلاميذه وتلاميذ تلاميذه. شريف العلماء تعلمون عندما توفي كان له من العمر، كما كتبوا عنه، كان له من العمر 35 عاما فقط. متى كانت له فرصة؟ 35 سنة فقط. هو وصل إلى هذه الدرجة العالية من العلم وربى أجيالا. واحد من تلاميذه الشيخ الأنصاري، الذي يقول بعض من حقق في حياة شريف العلماء وتلاميذه أن أكثر أو كثير من تحقيقات الشيخ الأنصاري التي كتبها في كتبه تعلمها في درس شريف العلماء. هذا الشاب الذي توفي وله من العمر 35 سنة فقط. أنا ما عندي فرصة، أنا 50 سنة عمري، أكثر من 50 سنة عمري، ما كانت عندي فرصة، فرصتي كانت قليلة. كيف كانت له فرصة؟ أعذار نقولها، أعذار غير واقعية. نعم بالفعل بالنسبة إلى بعض الناس شيء غير ممكن، إيه نعم بالنسبة إلى بعض الناس، قلة من الناس، باقي نتمكن بصعوبة. توجد موانع، نعم توجد موانع، كما كانت له للآخرين موانع، للعظماء موانع. العلم لا ترتقي، الأمة لا ترتقي، هذا الوضع الذي نعيش فيه يوجب وقوفنا عند حد، بل نزولنا. إحدى الأعبدة المهمة العلم في المجالات المختلفة. خلاصة كلامي كلمتان. الكلمة الأولى، العلم والاستمرار في العلم. بعضنا من قبل من حوله يحصل على إحباط، للأسف أقول، الآباء، الأمهات، الموجهون، هؤلاء أحيانا يوجدون الإحباط في نفوس الشباب من التعلم. خلاص ما شاء الله تعلمت، وصلت إلى مدارج علمية كافي، اجعل علمك وسيلة لتحصيل الأموال وخلاص، بس حصلت على شهادة وبس. بدل أن تشجعه المراحل العلمية، هذا في بحث، لا أريد أن أدخل في بحثي، المراحل العلمية كل مرحلة تسوى كل المراحل السابقة وأكثر. يعني شخص في المرحلة التاسعة مثلا من العلم يريد أن ينتقل إلى المرحلة العاشرة، القيمة للمرحلة العاشرة أكثر من كل التسع مراحل السابقة. المرحلة الحادية عشرة قيمتها أعظم من قيمة كل العشر مراحل السابقة.
كل العشر مراحل السابقة اجمعها كم هي قيمتها؟ قيمة المرحلة الحادية عشرة أكثر من قيمة كل المراحل السابقة. العلم هكذا وصل إلى مرحلة، أي مرحلة؟ أي مرحلة كان العلماء إلى آخر عمرهم يمشون في مجال العلم، إلى آخر عمرهم، إلى الساعات الأخيرة من حياتهم. العلم هكذا يسقط وهو يكتب في مجال التعلم، تعليم تعلم، يسقط يموت وهو يكتب. كم من العلماء أنا هكذا كان. العلم صعب، الأصعب من هذا الاستمرار في العلم بسبب أجواء، أجواء الناس. هذا هذه الكلمة الأولى. الكلمة الثانية، يا أخي ليس كلنا عنده، لا أقول عنده فرصة، لا، ليس كلنا عنده نفسية علم، على الأقل معلومات. العلم شيء، المعلومات شيء، المعلومات ليست قيمتها قيمة العلم، على الأقل معلومات. إلى آخر عمري أتعلم، أتعلم بعنوان معلومات. المعلومات أيضا تنفع، المعلومات أيضا تمنعك من دخولك في مجال الاستغلال من قبل الآخرين. كم نستغل نحن بسبب عدم العلم أو حتى عدم المعلومات. بعض المعلومات تمنعك من استغلال الآخرين لك. كلام طويل. أختم كلامي بحديث شريف عن المولى أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، قال: قوام الدين بأربعة، بعالم ناطق مستعمل له، يعني مستعمل لعلمه، وبغني لا يبخل بفضله على أهل دين الله، وبفقير لا يبيع آخرته بدنياه، هذه ثلاثة. رابع، وبجاهل لا يتكبر عن طلب العلم. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فإذا هذه الأربعة راحت، إذا ذهبت هذه الأربعة ماذا يحصل؟ فإذا كتم العالم علمه، الأول راح، وبخل الغني بماله، اثنين، وباع الفقير آخرته بدنياه، ثلاثة، واستكبر الجاهل عن طلب العلم، ماذا يحصل؟ رجعت الدنيا إلى ورائها القهقرة. هذا الشيء حاصل اليوم لولا؟ ثم قال عليه الصلاة والسلام: فلا تغرنكم كثرة المساجد وأجساد قوم مختلفة. هذا الذيل رتبه الإمام عليه الصلاة والسلام على ذلك الصدر من الكلام، له ارتباط. اللهم علمني ما ينفعني، وانفعني بعلمي. اللهم زدني علما. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إنا نرجو إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله، وتذل بها النفاق وأهله، وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك، والقادة إلى سبيلك، وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل اللهم فرج مهدي آل محمد.